السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صريح جدا تأتيكم اليوم من ولاية الوادي وتحديدا من بلدية الطالب العربي الحدودية بعد قرار فتح المعبر الحدودي بين دولة الجزائر وتونس. نسأل المتوجهين إلى تونس لماذا يتوجهون إلى تونس وما هو سبب توجههم وإن كانت للسياحة فما هو المبلغ المخصص لذلك؟ أكيد أنه عندكم مغزى من الذهاب إلى تونس، ما هو سبب ذهابكم إلى تونس بالتحديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأولى حاجة الأولى كثر خير الأمن نتاعنا شتا ديال الشرطة ولا الديوانة، كثر خيرهم لإجراءات هيلة. رايحين لتونس إن شاء الله إلا وصلنا ربي وقدرنا، عندنا شوية عيلة شوية سياحة وهذا ما كان. السياحة خاصة اللي راي الناس تروح للسياحة، أكيد قديش الفترة المدة اللي باش تبقاو فيها، في نفس الوقت قديش راكم مخصصين لها من ميزانية؟ أكيد ميزانية كل واحد وقدرة تاعه. أكيد أكيد إن شاء الله. تقريبا 1 مليون يورو هكذا كان بيناتنا في زوج. حكاية 8 أيام 7 أيام ماناش عارفين بالضبط. الذهاب تكون أسكو عائلية ولا رحلة مع أصدقاء وخلاص؟ أنا وصاحبي أنا وصاحبي إن شاء الله. ان شاء الله ربي يوصلنا على خير، هذا هو الرسمي. على 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 تختاروا تونس وخسروا تونس؟ خسروا تونس خاطر كاين الخدمات السيرفيس، حنا المشكله بيننا وبين تونس السيرفيس. عندهم هما في القهوه كاين سيرفيس، في الريستورون كاين سيرفيس، تروح للبحر كاين سيرفيس، حنا ما عندناش سيرفيس الجزائر، هذا هو المشكل. ورايحين لتونس في اطار تاع سياحه، فنفوتوا فاكونس في تونس، والاجراءات هنا ما شاء الله ما كاين حتى شيء، لا اكتظاظ لا حاجه، اموره كل تمشي مريقله. السياحة انتم كاعتي رايحين للسياحة اكيد مخصصين مبلغ تاع ايام، يعني 4 5 ايام 6 قداش؟ 4 ايام 5 ايام حاجة كيما هكا. رايحين معناها اصدقاء مع بعضهم، ماهوش رايحين عائلة؟ لا مش عائلة، اصدقاء مع بعضنا. كاين تسهيلات، كاين تسهيلات في الديوانة، وان شاء الله ان شاء الله نلقاوها بيان ان شاء الله. الميزانية اللي خصصتوها خاصة للسياحة قداه؟ حوالي 100 يورو هكذاك. قداه الفترة اللي باش تقعدوها ثم في تونس؟ مدة 8 أيام حتى 10 أيام إن شاء الله. أنت قداش مثلا تخصص مبلغ مالي لأمرها؟ الإمكانيات المادية هي التي تفصل في مكوث السائح في تونس، سواء كان برفقة عائلته أو برفقة أصدقائه أو ما إلى ذلك، يقصد المدن السياحية الساحلية والسياحية التونسية. أما فيما يخص العامل المادي، لا أعتقد أنها يعني تكون حمل ثقيل جدا على المواطن الذي يقصد تونس، نظرا لما تحتويه يعني كما مثل ما نقول الإقامة في تونس، يعني موافقة جدا نظرا بمقارنتها بالمدن الساحلية الجزائرية، وهذا ما جعلها تونس وجهة كبيرة وكبيرة جدا للمواطنين. والله الحمد لله على فتح الحدود الساعة هذه، وأنا مدين العائلة، عائلة مدينها رايحين يشوفوا الأقرباء تاعهم ورايحين يديروا زيارة، وهذه مبادرة جيدة وإن شاء الله ربي يفتحها إن شاء الله ديما، وتكون أمورها مريقلة إن شاء الله وخلاص. هذا مكان لا الإجراءات والله سهلة، الأمور الإجراءات سهلة، والحمد لله ترحيب كبير ما بين الأمن والديوانة والحمد لله اللي تفتحت الحدود بين أشقائنا إن شاء الله، وإن شاء الله مبادرة خير إن شاء الله، وبارك الله في الأمن والجمارك وإن شاء الله من أحسن إلى أحسن إن شاء الله. وبالنسبة للسياحة، في الناس اللي راح تدير السياحة، بالنسبة للسياحة كما في بلادنا، منا رانا في بلادنا ومنا رانا في بلادنا، سياحتنا منا خير ومنا خير. لحقنا للديوانة لا بأس، والأمور كلها مريقلة منظمة، التحاليل كاين التحاليل لازمك تدير تحاليل تاع الكورونا، وفيها كيتونسات هذه جدد، والحمد لله سليمه مريقله، ما كانش درون جموع، ما كانش تعطيله، ما كان والو. وهنا رايحين سياحه 3 أيام ولا 4 أيام ندوروا العمل على ربي. رايح اصدقاء ولا رايحين عائل؟ لا اصدقاء في بعضنا رايحين ندوروا باش نشوفوا تونس مليح، ومن بعد نروحوا بالعائلات نشوفوا الاجراءات في تونس، ونزيدوا نشوفوا الاجراءات غادي في تونس، ومن بعد نروحوا بعائلاتنا. احنا رانا في المناطق الحدوديه، هناك اقارب في بيننا، سواء في التونسيين هنا عندهم اقارب في الجزائر، ولا الجزائريين عندهم اقارب في تونس، وهذه اللي شجعت المواطنين انهم يكون عندهم اقبال كبير على المعبر. الله يبارك فيكم وربي يهنيكم وربي يعاونكم ان شاء الله، وربي يهنينا ويهنيكم ان شاء الله، وربي يعطيكم بالامن والامان ان شاء الله، وربي يعليكم عن من بعدكم، وربي يهنينا وطننا يا ربي، ربي يهنينا الوطن تاعنا.
قداش ما رحت؟ عامين ونص، عامين ملي فلمت، ملي فلمت، عامين واربع شرطة، وعامين واربع شرطة قد يا اخي، عامين واربع شرطة وتسكر، من ثم والله من سكرت، عاملين 20 عاملين 20 مارس باش نروحوا، عندنا عرس، شوي قالوا فلمت 20 مارس 2019 قالنا عندنا عرس تمك، قالنا راه فلمت، فلمت الدنيا كل من ثم هنا ومرينا ما شفناهمش، قالنا في التليفون يا ولد عمي الله غالب. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر، تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر، تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر، تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر، تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر، تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر، تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر، تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا.